مش حاجة وحشة يعني. فهنا المقصود بها أجمل يعني. أجمل من اليانسون هو نبات الشمر. نبات الشمر في الخليج اسمه الحبة الحلوة، تمام كده، عشان إخواتنا برضو اللي في الخليج يعرفوا إحنا بنتكلم على إيه. من النباتات الطبية الجميلة خالص. نبات الطب الجميل ده مش بس نبات بيعوض الجسم بتاع السيدة للإستروجين اللي اتقطع منها بعد انقطاع الطمس، لا ده كمان بيسكن الألم. جرب يبقى عندك ألم شديد جدا في ذكرك، ألم شديد جدا في ظهرك، ألم شديد جدا في أي حتة في مغص في بطنك، وقوم اشرب كوباية شمر وشوف النتيجة بعد ربع ساعة، وهتدعيلي. هتمسك مصحف كده وهتدعيلي وتقول ربنا يبارك في الدكتور أحمد أبو النصر وقناة المحور اللي طلعت لنا المعلومات الطبية الجميلة خالص الآمنة دي. طيب يبقى انت عندك الدراسة اللي اتنشرت في يونيو 2012 في كوريا بتقول ان الشمر من النباتات الطبية اللي بتبني العظم والغضاريف، ده كمان غير دوره كمسكن. خد بقى المفاجأة دي، عندك في ايران في 2018 في مارس 2018 اتنشرت دراسة ان الشمر من النباتات الطبية اللي بتساعد الست بعد انقطاع الطمس، بتمنع جفاف المهبل عندها وبتمنع الهرش المصاحب والألم الشديد اللي بيكون موجود أثناء الجماع. طبعا أنت عوضت الاستروجين فعملت إعادة بناء للأنسجة اللي حصل فيها ضمور نتيجة وقف الاستروجين، فبالتالي حصل تحسن في العضلات والأنسجة كمان بتاعة الأعضاء الجنسية لدى الست. في يونيو 2015 في كوريا اتنشرت كوريا تاني، خلي بالك دي دراسة تانية في كوريا، اتنشرت دراسة في كوريا عن الشمر مع الحلبة. الشمر مع الحلبة، وهنا هتسمع مفاجأة أن الشمر والحلبة مع بعض كمان بيساعدوا في نزول الوزن الزيادة السيء. اشربي شمر مع حلبة لو انت كمان ام مرضعة، هيساعدك جدا اللي هو يدفي لك اللبن، وكمان هيساعدك جدا اللي وزنك يكون مستقر اثناء الايه، اثناء الرضاعة، لان طبعا الست بيحصل لها رضاعة من هنا بسم الله ما شاء الله، وبتلاقيها ايه يعني فبدت من هنا. فعشان ما تفديش وجسمك ما يضربش عليك، وعلى الشمر والحلبة مع بعض هيأكلوا البيبي وكمان وزنك ما يزيدش. طيب يبقى النبات الاولاني اكتب معايا اليانسون، النبات التاني الشمر، وممكن اشربهم مع بعض. طعمهم جميل قوي مع بعض، اشربهم لوحدهم اشربهم مع بعض ما فيش مشكله خالص، حاجه روعه، حاجه جميله، حاجه امنه. النبات التالت يا جماعه نبات جميل جدا برضو، اسمه نبات بذر الكتان. بذر الكتان ده نبات مصري بالمناسبه، ومن النباتات الطبيه الخطيره كمان في تعويض جسم السيده بالاستروجين بعد انقطاع الطمس، بس مش الزيت، مش زيته، البذرة ذات نفسها. ليه بقول هذا الكلام؟ لأن البذرة إما أنت بتاخديها طبعا هي بتطحن وبتطحن على طول وبعدين بتستخدم، يعني إيه ما بتتسابش، ما بتطحنش وتتساب. ليه؟ لأن الزيت بتاع بذر الكتان ده يا جماعة اللي هو إحنا بنسميه في مصر الزيت الحار، اللي بتحط على الفول وبتحط على البيض عند الراجل بتاع اللي هو الفول اللي هي العربية بتاعت الفول، اسمه الزيت الحار. الزيت الحار ده فيه مشكله اللي هو بيتزنخ بسهوله، بيتزنخ بسرعه، فانت لما تيجي تستخدمه بتطحنه يا دوب على القد، والشويه اللي انت طحنتهم الزياده تحطهم في التلاجة لانه بيضرب بسرعه، بيرنصت بسرعه، بيتزنخ بسرعه. باخد منه معلقه صغيره واحطها على كوبايه زبادي واقلبه مع الزبادي واكله بانتظام، بيريح القولون. مش بس كده كمان، ده البكتيريا النافعه بتاعه القولون بتاخد الالياف بتاعته، عشان كده بقول لك مش الزيت، الالياف بتاعته، وبتتغذى عليها وبتطلع لك استروجين نافع وجميل. الميزه كمان اللي بيعالج كمان تضخم البروستاتا لدى الرجال، لان تضخم البروستاتا مرتبط بهرمون الاستروجين. وفي الحلقه بتاعه تضخم البروستاتا ان شاء الله هعمل حلقه جميله جدا عن تضخم البروستاتا، مرض صعب ورخم عند الرجال بيحصل لهم بعد سن الأربعين، هشرح الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. رابع نبات طبي فظيع رائع بيعمل إعادة بناء للغضاريف والعظم وبيسكن الألم وموجود في كل بيت، هو نبات السمسم. السمسم ده صيدلية جبارة يا جماعة للعظم. السمسم ده مخزن الكالسيوم ومخزن المغنيسيوم، بس والله ما هقول لك على تفاصيله بعد كمان التقرير ده. شوف التقرير ده وارجع، اوعى تقلب.